درجة الحرارة في أسوان زي ما قلتي معقولة، يعني 35 ل 22، وإحنا في محافظة أسوان واللي بتشهد خلاص منذ فجر اليوم الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني، وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية. هذه الظاهرة ظاهرة فريدة وظاهرة العالم كله بينتظر هذه الظاهرة، بنشوف دايما إقبال من السياح لحضور هذه الظاهرة في تاريخها المحدد والمعلوم. كل سنة الإقبال بيختلف من سنة عن سنة، كل سنة بيكون في فعاليات، بيكون في استعدادات مختلفة من قبل القائمين على تنظيم هذا الاحتفال اللي بيؤكد قد إيه أن المصري القديم كان متفوق، كان متفوق وعنده رؤية لعلوم كتيرة جدا، أبرز هذه العلوم هي طبعا علوم الفلك. بيكون في اقبال زي ما قلت لحضراتكم من السائحين، عشان كده عايزين نعرف الاقبال كان عامل ازاي النهارده وايه هي الفعاليات اللي تمت. كل ده هنعرفه بالتفصيل من الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقه اثار اسوان والنوبه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، وصباح الخير على مصر كلها، وكل عام وانتم بخير، وكل عام ومصر بخير وفي امن وامان وتقدم دايما يا رب. امين يا رب. قبل ما نتكلم عن مظاهر الاحتفال عايزين نعرف انتم استعديتوا ازاي لهذا اليوم. احنا بقالنا اكتر من شهر دلوقتي استاذ محمد وزاره السياحه والاثار متمثله في منطقه اثار اسوان والنوبه، الحمد لله رب العالمين. بدانا بارسال كالمعتاد مجموعه اعمال الترميم للنظافه الميكانيكيه والكيميائيه للمعابد، بدانا بتطوير منظومه الاضاءه تحويلها الليد بالكامل، بدانا في توسيع الرقعه الخضراء اللاندسكيب، الطرق المؤديه للمعابد نفسها بالاشتراك مع محافظه اسوان، تطوير منظومة الأمنية بالكامل وتجديد الكاميرات المراقبة الموجودة وأجهزة الإنصار والإكس راي، التشديد أيضا على الإجراءات الاحترازية بالنسبة لكورونا. الحمد لله بدأنا بقالنا فترة كبيرة، والنهاردة ظهرت نتائج كل هذه الاستعدادات وكل هذه المجهودات المبذولة سواء من وزارة السياحة والآثار أو المحافظة أو غيرها من الجهات المعنية. عظيم. طيب مظاهر الاحتفال كانت عاملة إزاي النهاردة، وهل في اختلاف السنة دي عن السنين اللي فاتت؟ مظاهر احتفالات بدات من امبارح استاذ محمد، مش النهارده بس. تمام. امبارح بعد عرض الصوت والضوء الاول كان في عباره عن حفله موسيقيه بالعزف على البيانو والجيتار لاول مره، بالاضافه الى فرق الفنون الشعبيه المعتاده، وكانت الحفله جميله وراقيه جدا جدا، حضر عديد من الناس حتى الزائرين الاجانب لاول مره بنشوف زائرين اجانب من المراكب والفنادق اللي موجوده في ابو سمبل، وكان في مردود الكلام ده كان معالي المحافظ امبارح وكنا برفقته مرينا على المراكب وعلى الفنادق اللي موجوده هنا في ابو سمبل، وتم دعوتهم لهذه الحفله وبالفعل حضروا هذه الحفله وكانوا مبسوطين جدا من الحفله دي اللي كانت امبارح. اما النهارده الحمد لله صباحا فرق الفنون الشعبيه كانت مصاحبه لموضوع التعامد، وكانت في شاشات عرض موجوده خارج المعبد الكبير ابدت فرصه كبيره جدا للزائرين الموجودين انهم يشوفوا الظاهره نفسها، حتى اللي ما قدرش يدخل جوه قدس الاقداس بسبب الاقبال الكبير من الزائرين النهارده قدر يشوف هذه الظاهره على شاشات العرض الموجوده خارج المعبد. ويمكن انا معجب جدا بالمقدمه اللي حضرتك قلتها، وعايز بس اقول ان ظاهره تعامد الشمس بتظهر لينا مدى براعه ومهاره الفلكي والمعماري المصري القديم اللي قدر بالفعل يطوع اشعه الشمس وخليها تدخل بعد الشروق مباشرة على محور مستقيم في عمق أكثر من 64 متر عشان تشرق على وجه الملك رمسيس الثاني لمدة 20 دقيقة مع المعبود أمون رع والمعبود رع حركتي. طيب نستغل وجود حضرتك يا دكتور عبد المنعم بقى وتشرح لنا القصة، وبرضه عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا، هل إحنا بنشرح للزائرين والسياح هذه القصة؟ طبعا احنا بنقول اولا في البدايه محمد زي ما انا قلت لحضرتك، بنقول للزائرين تخيلوا مدى براعه المصري القديم سواء الفلكي او المعماري او الفنان في هذا التوقيت في 1200 قبل الميلاد، يعني من اكثر من حوالي 3500 سنه، قدر ازاي وده معبد مغلق خلي بال حضرتك، وبنقوله للزائرين ده مش معبد مفتوح زي الكرنك او الاقصر او المعابد المفتوحه، ده معبد منقور او منحوت في الصخر نفسه. ازاي قدر بهذه البراعه وبهذه المهاره انه يطوع اشعه الشمس مرتين في السنه ويخليها بعد الشروق مباشرة تسير على محور مستقيم بعمق 64 متر عشان تشرق على وجه الملك رمسيس الثاني، ثم تتحول تدريجيا مرة من المعبود أمون رع ثم المعبود رع حركتي، والمرة الثانية من المعبود رع حركتي ثم المعبود أمون رع، ورغم وجود تمثال للمعبود بتاعه داخل قدس الأقداس هو جالس جنب هذه التماثيل، إلا أن الشمس لن ولم تشرق عليه. طب ليه؟ لأن المعبود بتاعه ده معبود الظلام، معبود العالم السفلي. تخيل بقى مدى البراعه، البراعه الثانيه والمهاره اللي احنا بنقولها دايما للزائرين، شوف السيمتريه بتاعت الفنان المصري القديم، حط المعبود رح ورخت ناحيه الشمال لان هو معبود الشمال، حط المعبود امون رع ناحيه الجنوب لان ده معبود الجنوب.
وبنقول لهم ان ده مرتبط بحاجتين، ان في 22 اكتوبر اللي احنا فيه دلوقتي دي بدايه الانبات، بدايه الزراعه، وبالفعل احنا بدانا دلوقتي في زراعه المحاصيل الرئيسيه سواء محاصيل القمح او محصول القصب او الحاجات الرئيسيه الموجوده بالذات في جنوب مصر. اما في 22 فبراير فده محصول، ده فصل الحصاد اللي احنا بنسميه الشمو في مصر القديمه، لان احنا عارفين ان الدوره الشمسيه والنيل هم مرتبطين بعمليه الزراعه ودي هم الاساس بالنسبه للمصر القديم. احنا بنبرز مدى براعه ومدى مهاره المصر القديم سواء كان فلكي سواء كان معماري سواء كان فنان، بالاضافه ان احنا بنقول كمان حتى في العصر الحديث لما تم نقل المعبدين دول يا استاذ محمد لمسافه حوالي 185 متر الى الوراء و64 متر الى اعلى، لم يتغير حتى شروق الشمس نفسه والتعامد الا يوم واحد عشان الاورينتيشن نفسه بدل 21 فبراير و21 اكتوبر اصبحت 22 فبراير و22 اكتوبر. فبنقول ان موضوع النقل نفسه بتاع المعبدين لا يقل اهميه ولا طبعا يقل مهاره من المعبدين نفسهم في العصر الفرعوني او العصر القديم. طبعا بكل تاكيد. طيب حاجه مهمه برضو، احنا زي ما حضرتك قلت ان في تعاون ما بين الاثار وما بين المحافظه، وان انتم خلال الايام اللي فاتت شفتوا الاجانب الموجودين في مصر ودعيتهم لحضور هذه الفعاليه. طيب هل احنا في المخطط عندنا او احنا بنعمل، احنا بندعي اجانب من بره، خطه الترويج بتاعتنا عامله ازاي لهذا اليوم؟ انا عايز اقول لحضرتك ان في دلوقتي يعني الحمد لله وزاره السياحه والاثار متبعه نظام جديد جدا في عمليه الرواج السياحي، انها بتستغل كل الفعاليات زي حضرتك مثلا افينيو بسفينكسز او نقل المومياوات او مثلا تعامد الشمس في ابو سمبل. بنستغل هذه الظاهره لدعوه كبار المسؤولين او كبار الناس الموجودين سواء كانوا سفراء سواء كانوا مشاهير من العالم كله لحضور هذه الاحتفالات والفعاليات عشان ينقلوا الصوره بالكامل لبره. وده ظهرت نتائجه استاذ محمد الحمد لله، ان احنا رغم وجود فيروس كورونا في الفترات اللي فاتت في يعني في الاعوام السابقه الى ان الحضاره المصريه القديمه والسياحه المصريه الحمد لله بسبب هذا الرواج تحدد كل هذه الظروف، واتت الناس كانت بلهفه شديده جدا وشغف شديد جدا انهم يجوا مصر. صحيح، وده بياكد يا دكتور عبد المنعم وبياكد كلام حضرتك والاقبال من السياح على هذه الظاهره. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقه اثار اسوان والنوبه.